يا ربي تمحنا بخواطرنا يا. وتمحنا وليداتنا وتسجلنا يا ربي لهلا يسجل شي مسلم انا خويا جيت من المنطقه تاع سيدي مؤمن جيت كنسول على خويا عنده 54 عام ومشدود وتقريبا شهرين هادي معيط لينا واليوم اخويا كنسمعوا سيدنا عفا على المساجين نصره الله وكنطلبوا من هاد المساجين الى خرجوا يعني يطبقوا داكشي اللي داروا لنا السلطه يلتزموا الحدود ديالهم يلتزموا البيوت ديالهم لانه هذا المرض جا من عند الله ما عرفنا م... الحمد لله هذه العطيه اللي عطانا الله حنا قابلين بها وكنطلبوا من الله يحد الباس ونخرجوا ون... وتحنايا انا خويا ما كرهتش خويا يخرج ما انا دابا في هذا الليل خليت على ولا خليت ولادي وجايه باغا نشوف خويا واش خرج ونعس في السبيطار ومريض وعنده وليدات انا جيت مع المدام ديالي بغيت نشوف خوها مشدود هنايا قلت ربما غادي يخرج وما قال لها تسنى الى الى خرج راه غادي يوصل للدار ما خرجش راه مازال هنايا ولكن انا كنشكر سيدنا بزاف بزاف على هذا الشيء اللي داروا وعفا على المساجين ونطلبوا من الله اخر اخر اجال المساجين ونطلبوا من الله الناس اللي يدخلوا البيوت وما بقاوش يخرجوا على حسب هذا المرض هذا باش بنادم كل شيء يبقى معفي من هذا المرض ونطلبوا من الله راه غادي كيتزاد الله يحد الباس الله يحد الباس الله يحد الباس, الله يحدي الباس.